احنا يوم الاثنين بنحسه زي يوم الزيارة، بنحب انه احنا نبعث سلاماتنا لاولادنا او اولادنا يشوفونا على شاشة التلفزيون، او انه احنا هذا بنعتصم، احنا بنطالب انه اولادنا يتحرروا من الاسر وما يظلش ولا اسير في السجن. انا ابني مريض وجريح في نفس الوقت، واعتقل عن معبر ايرز، واعتقال المرضى انتهاك لحقوق الانسان. ما بدهم يدخلوهم يرفضوهم، اما يعملوا المعبر مصيد ويحطوا على ابني 17 سنة، هذا شيء صعب.